وصلنا للمحطة اليوم رح ندور فيها على مشروع كتير مهم ليا. طبعا بتحمل هالفكرة توجه وهدف تحت مسمى الإعلام الصغير. أكيد لنعرف أكثر عن هالمشروع يلي كتير اسمه مميز رح نحكي أكيد ونرحب برندا علي ديب، أخصائية نفسية واجتماعية ومشرفة مشاركة بمشروع الإعلامي الصغير، ويزن سيف المدير التنفيذي لمشروع الإعلامي الصغير. أهلا وسهلا فيكم، يسعد لي صباحكم. صباح أهلا وسهلا. صباح الخير، يسعد صباحكم. بالبداية رح أبلش معك أستاذ يزن ونحكي شو يعني مشروع إعلامي صغير، شو الهدف من وراء هذا العنوان والدورة أيضا. أول شيء صباح الخير لكم، صباح الخير للسادة المشاهدين عم يتابعونا على القناة الإخبارية، وشكرا كثير لأنكم اليوم ضويتوا على هذا المشروع او الفكره اللي قام فيها نحن المشروع العالمي الصغير. بس انا بدي نوه، اليوم هو المشروع ضمن المركز الدولي للتدريب وتنميه المهارات الاعلاميه، نحن مركز مرخص من وزاره الاعلام، فبالتالي نحن قمنا بهذا المشروع داخل استديوهات المركز الدولي. حبينا نحط نعمل فكره جديده بعيده عن الشيء التقليدي، لان نعطي فرصه كبيرة لفئات عمرية تبلش تنطلق التوجه الإعلامي بطريقة صحيحة وبطريقة علمية، مع اختيار خليني أقول نخبة من المدربين، منهم المدرب الأستاذ رندا، وفي عنا الأستاذ سالم شيخ بكري مدرب إعلامي كمان. فنحن فايتين بهذا المشروع لتنمية المهارات الإعلامية عند الطفل حتى ننشأ جيل يعني قادر يعرف يحاور، يكون عنده لغة صحيحة بالنطق بالحوار بكل مجالات الإعلام إن شاء الله. نعم، يعني رندا يعني نحن دائما متعودين عليكي نستضيفك كأخصائية نفسية واجتماعية، ومواضيعنا دائما هي كيف التعامل، كيفية التعامل مع الأطفال. يوم مشرفة على مشروع جديد شفناكي قديش متحمسة عبر صفحتك على مواقع التواصل، التعامل مع الأطفال بشكل مباشر لتهيئتهم لهدف، يمكن بنشوف أكثر الصبايا الصغار أو بقول لهم صبايا صغار لأنه بيعملوا حالهم صبايا أو الشباب الصغار، بتحسيهم انه بدهم يعملوا شيء او بيقلدوا اعلامي معين او ممثل معين. اليوم دورك انت كمشرفه بتدريب هالولاد. هلا نحن في عنا فكر سائد للاسف بمجتمعنا انه وقت يدرس الطفل لازم يطلع دكتور او لازم يطلع مهندس. لا هلا صار مغني، فيك تماما ولكن فكر دائما عند الاسر صحيح بيكون انه لازم يكون خلص انه هو احسن شيء لازم يكون طبيب، مع انه نحن يعني خصوصي هلا بهذا الزمن مثل ما ذكرتي الاعلام هو كثير جانب مهم وما بيقل اهميه ابدا عن مهنه الطبيب. صحيح، خصوصي بالمهارات اللي موجوده عند الاعلامي لازم تكون متواجده بعمر بكير، ما في يكون فجأة الواحد عنده هاي المهارات. لهيك نحن على العمر الصغير كان أنا الجانب المشارك فيه هو الدعم النفسي للأطفال بتكوين شخصيتهم، تطوير مهاراتهم، تقويتها يمكن تماما، زيادة الثقة بالنفس. نحن في عنا مثل ما أنا دائما بذكر أنه نحن التعليم عنا بياخذ الجانب الذاكرة تماما انه هو يحفظ ويتذكر، ولكن بينسوا او بيتجاهلوا الجانب الثاني الاهالي انه انا طيب ابني بيعرف يحل مضبوط، اذا وقع بمشكله حيقدر يحلها لحاله مستقل بدون ما يرجع لي كاجتماعيا او كبناء نفسي وبناء شخصيه. لهيك نحن متوجهين بهاي الفكره لحتى ندعم ونسقل شخصيه الطفل بشكل عام، ليكون ان شاء الله يا رب يكون عن جد اعلامي مستقبل مثل ما انا بسميهم، لحتى دائما يكون في شيء احسن للبلد. يعني من وقت ما انطلقت الاخباريه ورندا هي ضيفتنا الدائمه، شو اخذتي من طلعاتك على الهواء، من القصص اللي بتصير معنا؟ كثير بتصير معنا يمكن قصص تحت الهواء انت بتكوني مشاركتينا فيها من اهل البيت رفيقه الكل رندا، شو قدمتي من هالخبره للاطفال؟ هلا بالصدق انا من خلال تعاملي معكم مع فريق الاخباريه دائما صار في عندي انه فعلا هذا المكان كثير مهم، الشخص الاعلامي او الجهه اللي هي لازم توجه او تطلق شيء للعالم عن جد هي شخص كثير شيء مهم لحتى نحن نكتسبه ونعمله. ففعلا انا صار كثير توجهي باتجاهكم تشوفكم شو عم تعملوا، وخصوصي انه مثل ما قلتي يعني تعودت عليكم هيك، ففعلا كثير ضفتوا لي بهذا الموضوع، في كثير
كثير خطوات يعني انا ما كانت غريبه علي، كنت كثير متالفه معها اكيد يعني. نعم استاذ يزن، يعني هذا المشروع هو مشروع هام، خاصه هلا نحن بعصر صارت البرامج الاطفال واليوتيوبر خلينا نقول الصغار عم بياثروا بشكل كثير كبير على تصرفات وسلوك الاطفال، ويعتبروا يعني مشروع اعلامي صغير مؤثر بالعالم العربي حتى الاوروبي. اليوم قد ايه نحن بحاجه لتنميه هالاطفال الصغار حتى يكونوا اعلاميين ويقدموا برامج تليق بالطفل السوري كمان؟ صح. خلينا نقول كلامك صحيح 100%. اليوم التوجه كله خلينا نقول حتى بالنسبه للشريحه العمريه الصغيره كله توجه نحو السوشيال ميديا واليوتيوب. خلينا نقول نحن اليوتيوب اليوم على شو عم يتوجه؟ كان دول غرب يعني عم يوجهوا اليوتيوب لشيء اللي بدهم اياه هن الجهات اللي برا. فنحن اليوم دورنا اليوم بمشروع العام الصغير لازم انا اوجه الطفل بطريقه صحيحه، يختار البرنامج الصح اللي يخدمه له من خلاله يعطي رساله. يعني اليوم الاعلام نعرف كلياتنا هو عباره عن رساله، انا لازم اعطي رساله عن طريق البرنامج او الشيء اللي انا بدي اعمله. اليوم اكيد نحن بنهايه هذا المشروع رح يكون في لكل طفل رح يكون في عنده مشروع خاص فيه حتى يشوف حاله شو عمل شو ساوى. حلو. خلينا نقول مثل بايلوت صغير، مثل مشروع انتاجي صغير له، يشوف حاله كيف كان وكيف صار. اليوم انا بيهمني يعني ارفع الثقه مثل ما حكيت استاذ رندا، اني اعطي ثقه زايده للطفل، يكون عنده ثقه بحاله، يصير عنده الجرأه الوقوف امام الكاميرا، تعبير عن حاله، التعامل، الوقوف امام الكاميرا. بتعرفي حضرتك اليوم مو اي حدا قادر يوقف قدام الكاميرا بسلاسه او بسهوله، يعني عم بيلاقي مشكله. فنحن بيهمنا هذا الشيء، نحن نكسر الحاجز عند الطفل بعمره الصغير حتى يوصل لمراحل عمريه معينه يصير في عندهم تنزال هي الرهبه، يصير في عنده الجرأه الوقوف امام الكاميرا، الجرأه بالتكلم والتحدث. اليوم اعمار كبيره يمكن بيخافوا بس وقت شاف الكاميرا قدامه ما عاد يعرف يحكي صراحه. فما بالك انا اليوم انا بدي اسس جيل صغير حتى يكون قادر يوصل فكرته بطريقه صحيحه، قادر يكون ما يخاف يحكي اللي جواته، يحكي باسلوب بطريقه خلينا نقول اعلاميه مبسطه وسهله، توصل الرساله اللي هو اللي بده اياها بطريقه ايجابيه للمتلقي. نعم. سؤال موجه لحضرتك استاذ يزن ولرندا، احيانا اضواء الشهره للاطفال الصغار بتاذي، احيانا بتودي لمكان غير المكان المتوقع. نحن كمشروع كامل ومتكامل كمشروع اعلامي صغير، شو حدودنا لاطفالنا لحتى يمكن ما ينجروا لطرف ياثروا بالمدرسه، يصير عندهم مثلا مخهم ما بقى يستوعبوا انه هن صاروا كثير فيموس ومشهورين بين الناس؟ خلينا نحكي معك ومع رندا ايضا. حبيت بلشي عند الاستاذ ولا عندي؟ ما تفرق. يلا تفضل. هلا الفكره مثلا نحن كان بعد التدريب والجلسات هي كانت عم تحكي عن التواصل الفعال، كيف انا فيني ابني علاقه سليمه بيني وبين الاشخاص اللي حوالي، سواء مع اهلي كامي وابي او مع رفقاتي، كيف فيني احط خطط استراتيجيه اللي هي هدف قريب وهدف بعيد، كيف فيني حتى من ناحيه اللغه العربيه كمان في جانب بيشرح اللغه العربيه بطريقه كثير بسيطه ولطيفه بعيدا عن يعني قنوات التلفزيونيه. بدي اضيف على الاستاذ، اليوم اللغه العربيه معظم الشريحه بالمجتمع بيخافوا او عندهم فوبيا انه اللغه العربيه، انه انا جاي اتعلم لغه عربيه هلا لا. اليوم اللغه في شيء اسمه لغه عربيه اعلاميه خاصه بالاعلام، اليوم انت لازم تتعلم اساسيات الا بيضه شوي، حتى اللغه البيضاء في لها ضوابط والى اساسيات كمان، مو حتى اللغه البيضاء في كلمات ما بتنحكى باللغه البيضاء، يعني في كلمات في لها ثويات مثلا، في كثير قصص ما فيني انا اليوم اتجاوزها. يعني بتضل لغتنا الام، لغتنا لازم نحن نحافظ عليها. بالعكس احنا انا بيهمني الطفل يتعلم اللغه العربيه بطريقه صحيحه وسليمه. بس الموضه الدارجه هلا كلمه عربي كلمه انجليزي كلمه فرنسي هيك، اذا بدنا نشوف هي هي الفكرة، انه نحن وقت اللي بدنا ندرس كلغة عربية دائما نحن عندنا مفهوم خاطئ عنها، بتلاقينا قد ما كنا متميزين بهي اللغة ولكن بنضل مثلا عندنا مخارج حروف ما بيكون نطقها سليم، في عندنا احرف ما بتاخذ حقها بالكلام، مثل ما ذكرتي نحن عندنا خطأ انه بنستخدم كلمات بغير كلمات،
احيانا النفس بيكون هذا الشيء كثير جزء مهم تقطيع الجمل النفس. ويمكن رندا خلينا نقول كمان انه نحن كسوريين معروفين باتقاننا للغه العربيه من بين كل الدول العربيه، وهذا تراث وحضاره وبيميزنا حتى بغير بلدان. اللي عم نشوف البلدان الاوروبيه عم يطلبوا تعليم اللغه العربيه، فكثير مهم انه الطفل فعلا يكون عنده اساسيات اللغه العربيه بالمستقبل مع جامعته يدرس اكثر من لغه، فما في مشكله بس الاساس يكون صحيح. صحيح، نحن حتى اليوم نحن ضمن المركز الدولي نحن عم نركز ضمن نشاطاتنا ودوراتنا اللي عم نقيمها حتى في شيء اسمه شيء لغه عربيه اعلاميه، مو بس للصغار حتى للكبار. حلو تمام. فكان في حتى من البدايات يعني كان في هيك فوبيا من انه انا جاي اتعلم لغه عربيه، لا انا بدي اجي اتعلم اعراب وما اعراب، لا مو هيك القصه. اليوم في لغه عربيه خاصه بالاعلام نحن بنساويها للطفل، خلي الطفل يتعلمها، مو بس الكبير، الصغير كمان لازم يأسسها صح، يفوت فيها صح، رغبه فيها، حببه فيها، لانه بس ربط معه بطريقه صحيحه اكيد. هلا كنا عم نحكي بشوي انه شوي انه عم يدخل معه كلمات انجليزي ومدري شو كذا بالالقاء وهيك، فنحن بنحاول نبعده قدر الامكان انه خلي رسالتك بتوجهها بطريقه صحيحه وايجابيه بلغتك العربيه السليمه، نطقا ولفظا ونفسا، وحتى بيكون الالقاء الصوتي عنده يكون بطريقه صحيحه. برجع بقول لك نحن بيهمنا يكون الطفل عنده جريء ما يخاف، اهم شيء نحن نعطيه الجرأه ما يخاف كان بالحوار ولا كان بالتقديم. نعم، دائما مع اي مشروع استاذ يزن لازم يكون في له ستيب ثانيه، خطوه ثانيه، خطوه جديده، واللي تعلمناه هو يستثمر بشكل صحيح. خلينا نحكي شو محضرين لهم للاطفال من بعد هي الدوره، واللي ما نجح بالدوره شو رح يتقدم له او رح يخضعوا لدورات ثانيه؟ اكيد نحن هلا ببدايه المشروع هو بدايه خلينا نقول تاسيس. تمام، فبداية التأسيس انت بدك تشوفي شو الايجابيات وشو السلبيات. انا بالعكس انا بدي اعزز الايجابيات وحاول قدر الامكان انا اتفادى السلبيات، هيك انا بقدر نمي مشروعي بطريقه صحيحه، بقدر ساعات انا اضيف شيء اكثر، ممكن اضيف محاور اخرى بالليفل الثاني والليفل الثالث حتى انا وصل الشيء اللي بدي اياه للطفل بطريقه علميه سليمه. يعني اليوم اكيد ما في شيء انه راسب وناجح، يعني بالنهايه الطفل انا ما بدي اتعامل معه بانه انت نجحت ولا رسبت، انا بالعكس انا بدي ادفعه او اعطيه شيء شجعه اكثر، رغبه اكثر انه انت اليوم موهبتك ممكن تكون عن طريق المستقبل ممكن تصير مقدم، ممكن تصير محاور، ممكن تصير ممكن يتقلب بعدين بالشيء الاكاديمي، ممكن حتى مو بس مو شرط يكون يعني اليوم ممكن المهندس يستفاد بهذه الاختصاصات هي، ممكن بس يكبر يلاقي حاله أنا قادر أني أقدم المادة العلمية تبعي بطريقة صحيحة قدام الكاميرا. صحيح. إن كان كيوتيوب ولا إن كان كفيسبوك أو وسائل تواصل تانية يعني. نعم، ممكن تفيده، ممكن بكل مجالات رندا، إن كان عم يدرس ماجستير عم يقدم رسالة، طبعا. إن كان في حوار ممكن يكون معه أو في حوار بين الأشخاص. صح. يعطي صورة جيدة بالحوار. على هلا كله على مواقع التواصل الاجتماعي، هلا كله إعلامي صار على الصفحات. خلينا كمان رندا هيك نحكي عن تجربتك أنت، يعني دائما كنت تحكي لنا أنه بتبتكري ألعاب للأطفال لتقوية الشخصية. الإعلامي الصغير اليوم شو علمك أنت يا الأولاد؟ حسيتي أنه فعلا عندهم هي المواهب وممكن أنه يطالعوا منها شيء حلو بالمستقبل؟ هلا قدي أنا اللي بدرت فترة طويلة وتعامل مع الأطفال، ولكن فعلا هي التجربة كنت كتير عم بحاول أنه لسه ما قدراني أعرف شو ردود الفعل، فأنا تفاجأت من حجم التفاعل من الأطفال. حابين الأولاد تماما، كتير حابين الفكرة. تفاجأنا قدي في مواهب هن الأطفال ما بيعرفوا عن حالهم، هن يعني بالحوار وبالأنشطة وقت وزعناهم جروبات كيف كان عندهم فعلا عندهم مواهب وعندهم أشياء ملكات ظريفة. في كمان جانب كتير مهم مثل ما ذكرتي أنا كالألعاب أو الأنشطة اللي كنت عم بعملها هي تنمية بشرية تماما، ولكن مبسطة قدرنا نبسط هالأمور المجردة وعطينا أمثلة حية، صرنا نتبادل أدوار، صرنا نعمل مثل كسكتشات بسيطة لحتى يقدروا يكونوا شوي واثقين من حالهم. ودائما نحن في عنا حد، ما في حد فاصل بين الثقة والجرأة وبين يكون لا شيء ما له مقبول اجتماعيا. نعم. لهيك فهو كان فعلا هذا المشروع كقالب حطينا فعلا الطفل فيه لحتى بالمستقبل يكون عرفان تماما اتجاهه المهني، ولو كان يعني ارشاد بطريقه كثير مبسطه، ولكن هو خطوه كثير اساسيه لازم كل الاطفال تمر فيها.
نعم. استاذ يزن، بالختام من بعد هي الدوره والتجربه، شو قدمت لك هي التجربه لإلك كمشروع اعلامي صغير؟ ما بدي اقول شو قدمت للاطفال، بدي اقول لك لإلك. تماما. اليوم اي فكره او نشاط جديد بيكون واحد قلق، يعني بيعيش حاله قلق انه اليوم يا هل ترى بتنجح ولا ما بتنجح. اليوم كانت فكره الحمد لله، يعني انا اعطتني دافع اكثر اني اعطي شيء اكثر. انا اليوم كوني مسؤول عن المركز الدولي ومدير تنفيذي، حتى مسؤول عن المشروع، بالعكس انا حابب اعطي شيء اكثر، اضيف اكثر للشخصيات الموجوده وللكادر الموجود. ان شاء الله نحن قادرين نعمل شيء رح نبصم باذن الله، لانه حاطين هذا الشيء هدف قدامنا نحن، انه نخلق جيل اعلامي، خليني اقول لك، يكون عنده ثقة مطلقة لحتى يختار طريقه الصحيح. بجوز ما يصير ما يدخل كلية اعلام مثلا، بس انا اليوم بيهمني قوي شخصية الطفل، بيهمني ما يخاف، بيهمني يكون عنده الجرأة الحقيقية انه ما يخاف قدام رفقاته، ما يخاف. أكيد. ممكن يصير عنده فن الخطابة، ممكن يوقف. نعم. على الستيج بجامعته بمدرسته، ممكن هو يحكي يلقي شيء، يعني يخاطب عالم، يخاطب جمهور ليوصل رسالته. فنحن شجعت انا بصراحة، بسطت كثير انا بوجودي معهم للاطفال ومع الاساتذه. اكيد موفقين. اكيد انا بس اقول لك شغله، انا عندنا موجز اخبار، لانه انا تمنيت تكون مكانهم بصراحه بعمرهم، يعني لانه للاسف يكون في هيك فرص. اكيد, أكيد. وبدي اتشكركم كثير. شكرا لكم لوجودكم، موفقين اكيد بمشروعكم، وان شاء الله فعلا بتخلقوا جيل اعلامي مميز يكون له اثر بالمستقبل ان شاء الله. شكرا استاذ يزن، شكرا رندا، يعطيكم الف عافيه.